كالعادة مجالس الرجال لا تخلو من الحديث عن الزواج، فجمع يرونه من الإبهاج وآخرون يعدونه من الإزعاج. قال صاحب لنا ذات ليلة: من عدد فقد أنس وأمن العيلة، فالتعدد مفتاح الفرج وهو مباح فلا إثم ولا حرج. ولما قيل للشيخ ابن باز: هذا الرجل موحد في النساء، قال: هذا توحيد الجبناء. فقال صاحب لنا: في الزواج موحد، وهو لكلام صاحبه منكر ومندد، التعدد يحتاج إلى عدل ويد طولة، وألا يهدم به بيت الأولى. وقد قال الشيخ ابن عثيمين: الواحدة أسلم، فمن لم يجد معها الكفاية والعفاف فليتزوج الأخرى دون بغي وإجحاف. قال المعدد: التعدد سنة النبي المصطفى، ومن سار على نهجه من أهل الاقتفاء، وهذا ابن بطوطة يتزوج في كل بلد، فتسعده وتنجب له الولد. وقد كان الحسن والمغيرة وعمرو بن ذر وحماد بن سلمة مكثرين في الزواج، ولا يعرف منهم في ذلك بغي ولا اعوجاج. وتزوج قاسم بن ثاني 90، وخزعل الكعبي 70، وعبد العزيز وسعود أهل حريم وأولاد، صار لهم ذكر في الحاضر والباد. تزوج شاعر بريدة عبد العزيز الهاشم مرارا فلم يرزق بولد، فأنشد: يا دار لا دارت عليك الدوائر، لا صار ما بك لي مع زيب وعيال. قال الموحد: ما لي ولي الزواج وقد أحسنت زوجتي العشرة، وقد رزقت منها بعشرة، وإني لمحب لها وخائف، ومثلك لمن ذل عارف. وقد قال عمرو بن العاص: لا أمل ثوبي ما وسعني، ولا زوجتي ما خدمتني، ولا دابتي ما حملتني، فإن الملال من سيء الأخلاق. وقال أهل الرواية المهتمون بالحال والدراية: في المرأة حاسة هي نوع من الإلهام، تعرف ما يقال عنها بين الأنام. وترك التعدد النجديون أهل الزبير، وعدوه بابا لكل هم وضير، وإني لتعروني لذكراك هزة، كمن تفض العصفور بلله القطر. وإني لأخشى على الثانية من ثانية ابن البيضاوي، لما اقتحمت عليه الأولى في إحدى الليالي، ففجرت رأس الثانية، وصارت لكل معدد ناحية. قال المعدد: الموحد مع الأولى في كل عذر ومرض، وهو معها في كل حال وعرض، وأهل الشام يقولون: المتزوج من ثنتين بيطف من جنينتين. قال الموحد: المتزوج من ثنتين يعيش بين نارين، فلا هناء ولا قرة عين، ألم تسمع بذلك الشاعر لما فاضت به المشاعر؟ تزوجت اثنتين لفرط جهلي، بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أصير بينهما خروفا، أنعم بين أكرم نعجتين. فصرت كنعجة تضيء وتمسي، تداول بين أخبث ذئبتين. قال المعدد: لكل حال لبوسها، إما نعيمها وإما بوسها، فهذا آخر قد عمه الأنس، لما جمع عنده أكثر من عرق وجنس. تزوجت اثنتين لحسن حظي، بما يسلو به زوج اثنتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى، سرور حاصل في الليلتين. رضا هذه يحسن فعل هذه، فأحظى بالسعادة مرتين، فعشت مدللا بالود أبقى، أنعم بين ألطف زوجتين. فلما علا من الحضور التشجيع والتصفيق، وصار لكل منهما مؤيد وصديق، أقبلوا علي بالسؤال: ما الذي يصلح من أمرهما للرجال؟ قلت: المعدد صاحب عقل وصفا، والموحد صاحب مروءة ووفا. قالوا: قولك هذا كله غموض وخفا. قلت: أنتم أهل مكر وجفا، علي نحت القوافي من أواخرها، وما علي إن لم يفهم البشر. تنبيه: هذه المقامة تطوى ولا تروى. وثق تاريخ مؤسستك، وثق تاريخ عائلتك، وثق تاريخك الشخصي. آثار للأعمال التاريخية والتوثيق، فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة. استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويد. آثار للأعمال التاريخية.